السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. أخباركم إن شاء الله طيبين. حياكم الله معاي فيديو جديد. أتمنى يا رب أن هذا الفيديو يكون ممتع لكم ويكون شيق وتستفيدون منه بمشيئة الله تعالى. يا حبيبات، قبل ما نبدأ لا ننسى نصلي على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونقول مع بعض بسم الله الرحمن. اليوم أنا رحت محل خلاص مخصوص أبغى أجيب طاولة أنشطة سارة، زين يكون فيها كذا نشاط مو نشاط واحد، بس حاولت أن أجيب شيء توفيري وبنفس الوقت مفيد. الكلام كثير وأنا ما بطول الكلام عليكم، بتكلم على حاجة حاجة من الأغراض اللي أجيبها، فخلونا نبلش مع بعض. أول حاجة بوريكم اسم المحل عشان تتأكدون أنه محل توفيري اللي خذيت منه. أتوقع الاسم ملفوف لأني أصور بالكاميرا الأمامية، بس اللي تعرف تقرأ راح تقرأه. زمن التوفير خلاص، يعني محل رخيص وما تعدت المشتريات اللي خذيتها 90 ريال، وجبت أغراض مرة كثيرة سارة. خلونا نبلش أول شيء مع اللي داخل الكيس هنا ونشوف إيش موجود داخل. أول حاجة أنا خذيتها اللونة، خذيت لها هذه الطاولة خلاص. كذا شكلها، أتمنى يكون واضح. تقعد تحط رجولها من تحت، في من هنا جيوب لو حبت تحط أقلامها أوراقها أي حاجة، ومن هنا أو ألوانها. فأنا حبيت أسويها صراحة طاولة أنشطة سارة عمرها 2 سنة و7 شهور، فاللي حابة تسويها لأطفالها يعني يستفيدون منها، وبنفس الوقت كان عمرهم أكبر راح يستمتعون إذا قدمتوها لهم هدية يعني. وبنفس الوقت ما حاولت اجيب شيء غالي علشان ما يرهقكم، وفيكم انتم تعبون الطاوله باللي تبغون. زي ما قلت الطاوله سعرها، خلوني اشوف اتاكد بس، اي الطاوله سعرها 17 ريال، ما ادري واضح ولا لا. سعرها 17 ريال خلاص، وحجمها كبير وللامانه كبيره يعني مي صغيره، لو انا ابغى اقعد وادخل رجولي من تحت عادي. زين طيب خلنا نشوف مع بعض ايش الاشياء اللي انا جبتها علشان املي فيها هذه الطاولة. لو انت حابة زي ما قلت تهدينها عيالك، تهدينها عيال اختك، راح يفرحون فيها كثير، وبنفس الوقت هدية قيمة، بس انا جبتها علشان لونة تلعب فيها يعني وتستفيد منها. خلونا نبدأ اول شيء غرض غرض علشان نشوف ايش الاغراض اللي انا جبتها علشان احطها داخل هذه الطاولة. اتوقع اقل من 90 ريال، لانه انا شاري اغراض ثانية وطلعت اغراضي كلها ب90، فانا اتوقع ان الاغراض هذه ما تعدت 60 ريال. تخيلين يعني طاولة فيها انشطة ما تعدت 60 ريال. خلونا نبدأ اول شيء مع الكيس اللي هنا نشوف ايش فيه. اول حاجة معجون اللي هو الصلصال المعروف، في قطاعات من داخل، حلو للأطفال خصوصا اللي بعمر سارة يحبون التشكيل، فحسيت انه حلو راح ينفعها بحيث تقعد تلعب فيها خلاص. بنحطه داخل داخل. اجي الحين هذه حيل عجبتني، سعرها كم كان؟ ما عليها سعر الا عليها 3 ريالات، هذه هي 3 ريالات 45 هللة. هذه يا بنات العاب البازل اللي هي العاب التركيب، شبكم واحدة ثلاثة، واحدة تنتين ثلاثة، كذا شكلها من ورا. شوف فيها 3 ألعاب 3 ريالات بس. نحطها هنا. أول شيء خليت لها حكايات. في واحدة من البنات قالت لي، قالت أنتي قلتي أنك أنت تاخذين الحكايات لبنتك قصص، بس مشكلة القصص غالية. يا بنات اللي تبغى الرخيص تلقى الرخيص، واللي تبغى الغالي تلقى الغالي، مو شرط إن إحنا نجيب كل شيء غالي. شوفوا خذيت لها مجموعات قصصية، تخيلوا ما تعدت الريالين. تخيلين شوفوا شايفين، خذيت لها الصبارة القوية، شوفوا من داخل ملونة، شوفوا كيف الرسومات واضحة شايفين،
والعبارات كبيرة واضحة. شوفوا خذيت لها واحدة الصبارة القوية، وخذيت لها من نفس المجموعة واحدة ثانية اسمها لعبتان. وشوفوا الرسومات كيف واضحة من داخل، شايفين؟ فمو شرط انه احنا دائما نجيب العيان الغالي. انا اللي يقولون انت بس تشترين لسارة او تجيبي لها، طبعا سارة وحيدتي الله يحفظها لي يا رب، لو جبت لها الدنيا كلها مو قليل عليها، والله يا رب يرزق كل السامعات. بس مو صحيح انا اشتري لبنتي كذا واشتري لها كذا. شوفوا القصص كبيرة وبخط واضح، شايفين؟ كذا انا صار عندي قصتين بحط لها اياهم بالجيب. الحين انا عندي هنا كمان قصة، اسم القصة لن ازعج احدا، سعرها ريالين كمان. شوفوا هذا سعرها كذا شكلها، ومن داخل كذا شايفين الرسمات واضحة وملونة، الورق جودة ومتين، يعني اللي تدور الرخيص تلقى الرخيص، واللي تبغى الغالي تلقى الغالي. بالتربية ما في أحد له حجة، ما علينا حجة أبدا في كذا وفي كذا. يعني مو شرط تجيبين هذه الطاولة، لو تشترين قصص لعيالك كذا بس بخمس ريالات تقدرين تجيبين ثلاث قصص، تخيله. طيب بدخله كمان الحين عندي هنا دفتر تلوين كمان عشان تلون فيه، اخترت لها الأميرات، هذا سعره كمان ريالين، شايفين؟ أتوقع حتى أقل من 60 الطاولة، هذا ريالين تشوفون. وفي من داخل شخصيات كثيرة لو حبت انها تلوز، سندريلا، حتى كاتبين فوق اسماء الشخصيات، شوفوا هنا كاتبين سندريلا. واذا كان الطفل اكبر من عمر سارة يقدر يقرا، يعني هنا كاتبين سنو وايت، خلاص شايفين هنا كاتبين سنو وايت، هنا كاتبين برضو، هنا رابنزل، كل شخصيات البنات حاطينها هنا بالاسماء. زين هذا دفتر الوان، وطبعا اكيد لازم اجيب لها الوان. خذيت لها نوعين، خذيت لها اول واحد اللي هو هذا عفوا هذا طيني، الوان الطينيه سعرها بثلاث ريالات وخمسة واربعين هللة، اتمنى تكون واضحة. وهذه برضو هذه خشبية سعرها ثلاث ريالات واربعة عشر هللة، تمام. خذيتها اثنين. طيب كمان خذيت لها، اكيد لازم اخذ لها كراسة، يعني مو بس دفتر تلوين، لازم اخذ لها كراسة عشان تلون فيها. خذيت لها هذه، هذه سعرها 13 ريال تشوفونه، في انواع ارخص بس انا حبيت الرسمة اللي عليها وحبيت نوعية الورق. خلوني افتحها بس حق التلوين، شوفوا نوعية الورق كيف، مو انه رخيص يعني سيء. شوفوا من داخل كم ورقة، شوفوا مليانة، هذه عشان ترسم عليها رسم عشوائي يعني، تمام. الحين بوريكم شيء بعد، خذيت لها هذه المجموعة اسمها البلبل الصغير، عبارة كمان عن قصص. أنا من نوع بالأنشطة أحب أقرأ سارة قصص، لأنها صراحة توسع المخيلة عند الأطفال وتغرس القيم التربوية. شوفوا يا بنات المجموعة هذه كلها، شوفوا كم، ثلاث ريالات، شايفين؟ شوف كم قصة فيها، قصة قصتين ثلاث قصص أربع قصص، أربع قصص بثلاث ريالات فقط. الأعرج الصغير، حسن التصرف، الثور الأسود الأحمق، البلبل الصغير. ممكن الأطفال اللي بعمر سارة ما يستوعبون إيش يعني الأعرج، ما يدرون إيش هي، ممكن ما يستوعبون إيش ثور أسود أحمق، بس لازم حنا نعلم الطفل على القراءة، لازم لازم نعلمه على الثقافة. حاجة أحس إن أنا إنه هذه الحاجة ضرورية، إني أنا أعلم بنتي كيف
تحترم الكتاب، كيف تحب تقرأ ضروري. أول رسالة نزلت على الأرض كانت اقرأ، فحاجة أساسية أنه أنا أعلم بنتي القراءة. خلاص شوفوا هذه المجموعة بس 3 ريالات، تمام. الحين أنا عندي هنا مجموعة حابة أوريكم إياها، هي صراحة أحلى مجموعة خذيتها بالقصص، وماني عارفة كيف لقيتها، بس قعدت كذا أنبش أنبش لحدات ما لقيتها بين الأغراض. شوفوا شنطة، شنطتين، 3، خلاص يجون كذا 3 شنط. شوفوا الشنطة الواحدة 5 ريالات و75 هللة، تشوفون. طيب ايش في داخل الشنطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا في مجموعات قصصية جدا جميلة يا بنات، جدا جميلة. طبعا ايش الهدف؟ انا جبت رسالة الكمية هذه من القصص علشان الطاولة تقعد معها اكثر، يعني اليوم اطلع لها قصة واقراها، اقولها خلاص يا ماما بكرة ان شاء الله نلعب بالطاولة ونقرا كمان قصة ثانية، فكل يوم اسحب قصة لحدات ما يخلصون القصص، وتصير هي على الطاولة كل يوم، وأنا من عندي من البيت أحط لها أشياء داخل الطاولة برضه، أنشطة ثانية. فتصير الطاولة يعني تغيير عن الروتين والألعاب الثانية اللي قاعدة تلعبها داخل البيت. شوفوا هذه القصص، عقلة الأصبع، اسم المجموعة حكايات خالدة، عقلة الأصبع. شوفوا الرسوم من داخل كيف، شوفوا رسوم واضحة وحلوة. انا صراحة استغربت اني لقيت هذه المجموعة بالسعر الزهيد هذا، لانها صراحة رخيصة. والثانية هذه جندي الرصاص الصغير، خلاص هذه الرسومات. والثالثة العنزات الثلاث، شوف الرسومات من داخل كيف، شوفوا واضح. عرفتوها قصة العنزات الثلاث اللي هي بحكايات عالمية لثلاث عنزات تجيبهم أمهم تقولهم خلاص اطلعوا من البيت كل واحد يتصرف، يعني يتصرف بحياتهم، فيروحون يبنون بيوت، واحد يبني بيت قوي، واحد يبني بيت وسط، واحد يبني بيت ضعيف، فذي بيقدر على البيوت الضعيفة بس البيت القوي ما يقدر عليه. طبعا القصة لها حكمة حلوة، فاللي تلقى هذه القصص تجيبها يا بنات أو تلقى هذه المجموعة حيل حلوة. طيب كذا أنا صار عندي 3 قصص، كمان جبت لها مجموعة ثانية برضو ب5 ريالات، ما قدرت أقاوم المجموعات صراحة، هذا سعرها 5 ريالات. خلوني أفتحها معاكم، شوفوا وقت اللي مسكاكة وتبغى تروح تشتري، يعني تلقى هنا مكتوب إذا لقيت الشنطة هذه تلقى القصص مكتوبة ورا أسماء القصص ذاكرينها اللي داخل الشنطة. هنا في 3 قصص، القط ذو الحذاء، وذات الخصلة الذهبية، والدببة الثلاثة، وفرخ البط القبيح. هذه القصة مرة حلوة، تحمي أو تعلم الأطفال عدم التنمر على الناس، حلوة القصة هذه بالمرة، وتعلمهم القناعة بالنفس، الرضا بالنفس، وإن إحنا ما نكون ناس ثانيين، يعني يكون على شخصيتنا. فعجبتني المجموعة صراحة، واستغربت إنها بالسعر هذا، لأن هذه القصص قديمة، يعني الحمد لله اللي لقيتها كذا موثقة وبسعر زهيد. نجي الحين للمجموعة الأخيرة اللي هي هذه، تمام. خلونا نفتحها، ذات القبعة الحمراء، طبعا غنية عن التعريف وقديمة، والثانية سندريلا برضو قديمة، والثالثة بيضاء الثلج والأقزام السبعة. خلنا نشوف الرسومات كيف من داخل، شايفين حيل حلوة. أتوقع يعني شارحت لكم الصورة كل شيء، شايفين حيل حبيتها. شوفوا رسومات مرة حلوة، شوف سندريلا، شايفين ذات القبعة الحمراء، شوفوا حيل الرسومات جميلة، حيل حلوة. طيب
في أغراض ناقصة هنا ما لقيتها بالكيس، على ما يبدو إنه يعني حاسبت عليها بس ما حطوا لي إياها داخل الكيس. كنت ماخذة مجموعة من الأقلام اللي أشكالها حلوة علشان أحط لها إياها داخل الصندوق، بس ما لقيتها مع الأغراض، لقيتها بالفاتورة. بس مو مشكلة، أهم حاجة يا بنات حطوا فيها أقلام كمان عشان يكتبون على الأغراض من غير الألوان يعني. بس هذا كان فيديو اليوم، أتمنى من كل قلبي إنه الفيديو كان مفيد لكم، وأتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا من الفيديو حق اليوم. بس والله هذا كان محتوى الفيديو، أشوفكم على خير بإذن الله تعالى. كذا أنا أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.